ودلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها والتقرب إلى الله في أيام شهر رمضان. النهاردة التقرير هيكون بعنوان ليلة القدر، تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما بنبتدي العشر الأواخر من رمضان كلنا بنبتدي ندور على ليلة القدر، ليلة القدر اللي حلم كل واحد فينا إن ربنا سبحانه وتعالى يصيبه برحمة فيها. بنبتدي ندور ونميز بين الليالي، هل دي ليلة القدر ولا لأ؟ هل أنا يعني هصيبها؟ هل لأ مش هصيبها؟ هل إن يعني اغتنمتها ولا لأ؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث حلو جدا، بيعلمنا منه إن إحنا نجتهد مش في ليلة واحدة، لأ، في كل الليالي اللي أنا عايز فيهم ليلة القدر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه إمتى بتكون ليلة القدر قال اغتنموها في العشر الأواخر، يعني عايز يعلمنا إن إحنا نجتهد في كل العشرة أيام دول، العشر ليالي دول، علشان أكيد أنا هصيب ليلة القدر لو عملت كده. عايز أقولك إن ليلة القدر دي، وأكيد كلكم عارفين إن ليلة القدر هي أفضل من عمر الإنسان كله، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إنا أنزلناه، يعني القرآن الكريم، في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تعالوا كده نحسب الألف شهر دول تقريبا يطلعوا قد إيه؟ هيطلعوا أكتر من 83 سنة، يعني تقريبا كده أكتر من عمر الإنسان الطبيعي، تمام؟ يعني أنا ده مش بتساوي 83 سنة، لأ، دي أفضل من 83 سنة. ده كمان العدد ده مش للتحديد، ده العدد ده للتكسير، يعني لو ألف سنة هي برضو ليلة القدر أفضل منهم. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي يقول إيه؟ وكان المفروض بيعمل إيه في الليلة دي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة قوي، وقال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لو أنا قمت الليلة دي صح وعبدت ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة في اليوم ده، حتى لو كانت عبادة قليلة بس المفروض تكون مضبوطة جداً، تكون بإخلاص جداً. سيدة عائشة مرة جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أقول إيه ليلة القدر، يعني لما تيجي ليلة القدر وأشوف ليلة القدر أعمل إيه وأقول إيه؟ قال لها يا عائشة قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عايز أقول لك في النهاية حاجة جميلة جدا، إن أنت اغتنم ليلة القدر في كل ليلة، لأنك مش عارف هي بتكون فين، فلو اجتهدت من أول 10 أيام في العشرة الأواخر هتعرف إزاي تصيب ليلة القدر، وأكيد هتصيبك رحمة ربنا في ليلة القدر. ربنا يكرمنا بليلة القدر ويسترنا ويجبرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.